تحديات متعلقة تجاوز بعض تحديات متعلقة بالوصول إلى الأهداف. أيوة. حتى تصل إلى هدفك. الله يفعله. يقول لك لابد أن تتجنب صعوبات مثلث الموت. ما هو مثلث الموت؟ ما هو؟ العمل الجامعي. يا طالب يا جامعي، تحدي تجاوز مثلث الموت. موت تفوقك، مش موتك اللي هو الجسدي، موتك العقلي. يقول لك تجاوز ثلاث أشياء في مثلث الموت. تجاوز الخوف، لا ناقش، اسأل، لا تخاف داخل القاعة. الله يخليك، أي شيء على ذلك حق، أي إجابة طرحها، لا تقول حيضحكوا علي ولا تقول